السلام عليكم، حلقة جديدة من لعبة ليج اوف ليجند بنمط الرانك. اليوم مباراة من أولها، الفريق خايف من أولها المباراة، شكلها صعبة. ما بعرف ليش فريق، أنا شايف مباراة مقبولة بس فريق كثير خايف. حنستعرض الشامبيونات وأنتم برأيكم قولوا لنا إذا الموضوع بخوف ولا لا. فريقنا يتكون من أنا أش مع علي ستار او علي ستار بوت، فيدل ميد وتشين توب وفاي جانجل. هاد فريقنا. فريق الخصم، مستعدين نشوف فريق الخصم؟ تعال نشوف. ياسويو، كاتارينا، جينكس، ووكونغ وبروم. يا سلام، يعني ما بعرف شو نقول، ما بعرف شو رايكم مين حيفوز ابدا، بس انا شايفه متعادله. فريقنا عم بيقول انه مستحيل نربح، ما بعرف ليش. يعني اصلا ما بحب يعني انا برايي التقسيمه هي كلها شغلات ثانويه كثير، اللعب الجماعي، اختيار العلاقات. يعني انا شايف عندنا مثلا فيدل صحيح، فيدل مد ماله كثير محبوب، انا بحب الجنجل اكثر بكثير، بس فيدل بشكل عام هذا ممكن يكون خسران فرق 10 كيلات بس علقة يعمل ألتيميت بشكل كتير حلو يصيبهم كلهم أو يصيب أربعة منهم مثلا، بنربح المباراة. يعني هاي هي القصة كلها. بلش بالإي. واحد هون واحد هون. طبعا جينكس وبروم ثنائي قوي وجميل. شكرا. يلا منيح يكونوا اجريسيف، بنرتاح من قصة الجانكات، ما حيجينا جانكات. هل بهالمباراة يا ترى حيجينا شي سهم قاطع شي ليش عم يضرب اليونتات هذا؟ شي هيك رمية حلوة ولا لا؟ هيك لا يا علي، لغاية الآن عم نعمل تفاديات منيحة بالمباراة، بس السبورت تبعنا صار أخذ يونيتين. والله معلش نقول له صح، خلص شو نقول له. مبسوط طاقة جينكس قليلة شوي. باي كيف تجي، بس بدنا السبورت تبعنا يعمل ستان جيد وناخذ كيل. هلا بناخذ فيرست بلاد. يلا 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 فيرست بلاد. يلا يلا اخذ كل ما بيأثر، ما بيأثر بنوب بيأثر ابدا. نرجع فورا. اذا علقة منيحة بالبوت، اخذنا 1-0-1، واتوقع كان فينا ناخذ الكل الثانية، بس يعني فرقت على نص ربع ثانية هيك شيء. خلينا نبلش بلايف ستيل مع بوتس لانه معنا حقهم على القد. الله تعالى اني اجريسيف، نشتري بوشنات ونروح. ماشي الحال، بداية جيدة حلوة. كاترينا مضغوطة، اس كي تي اسمها، فريق الاس كي تي تي 1، من محبين الفريق، الفانز تبع الفريق. يمكن يجي يوم ما بتعرفوا يصير الناس يكتبوا 1 جي 1 واسمهم مثلا، تصير فكرة جميلة، يصير كلياتنا يعني عنا نفس البداية. هون شو عم بيصير؟ مات هاد. ما بدنا نحط المنظر الأليم. هو ميت ميت. ما
ذكي طبعا يختار التارجتات اللي بياخذها. هذا كيو صار عندنا كيو. اذا 2-1 نتيجة. جينكس مع بوتس. اتوقع جينكس عم تخسر بالسي اس بهالحالة ولا لا؟ تعال نشوف. انا 28 هي 25. صابت حلو. حاسس الجانجلين جايين بوت مو بس فاي. ما بعرف. حاول بطئها بالسهم الثلجي. تشين فايت. ببطئ بروم لانه ما عاد فيني فوت لجوا اكثر. واجا ووكونغ. اذا الجانك تبع تشين ما كانت كثير موفقه. جيده بس موفقه. الدبليو تبعي صابت لثلاث شامبيونات. بحط وورد هون لانه فبورت ماله حاطط. الساتو جنجل خصم بيحاول يعمل مساعدة للبوت تبعه. ايوه حلو من سبورت. لا هذا مصطفى بياخذ يونيتات بياخذهم بذكاء. صار اخذ ستة لهلا. يجمعوا هن على الوقت. شو نفوت عليهم يا ترى؟ لسه مطول ليفل 6. صبناهم. خسرنا يونت بس ما عرف شو يستاهل. خسرته 4 يونتات بالحركة. تقاتلني انا جاهز. ما بدك تعمل فارم؟ تستفل انتحر. انا عم ساوي فارم. يلا فرجينا شو عم تساوي. حسيت ممكن يجي هذا لهون بس ما اجى. خذها هي. الله ستة. ايه جيبهم. تبطيء على لا لا. اجت ببروم. اجت ببروم. اجت ببروم. نعم فيل التي اجا ببروم. يا حرام. لا وانا قلت لا قبل ما يطلع السهم عرفان انه خلص ما حيصيب. وهي عملت فلاش انقذها يعني حاله بالويل. يلا اول فيل التي باللعبة مبدئيا. نعم يعني بتسمع الكلمة كتير فيل التي انه التي ما زبط. كاترينا بترجع بتاخد كل. حاول اقتله هات. ازعجه شوي ليش لا. خلي التوري يروح اليونتات لأقصى حد. نرجع. رجع ووكونغ. إذا حرام يعني. صار معنا خطأ كلفنا إنه خسرنا كل. بس ما لازم نفكر فيه كثير. لازم نضل مركزين بالمباراة مشان نرجع انه اصلا الشامبيون اش كل الالتيميت تبعه هو رميات. بقى ممكن ترمي كل مباراة 20 سهم ما تصيب بشي.
ممكن ترمي سهمين تلاقيهم كلين من اخر الخريطه يعني. في حسابات. كل الاحوال نرجع لهون، صار معنا سهم جديد. تعال نضربه نشوف اللي بيحكي. بهيا ضل بيضرب اللي بيتقاتل. مصمم. السهم ما حيساوي شيء بالحالة. هذا اسكيتي عم بياخذ كلات اكيد. علي عم يحاول، لا فيل كمان. عم صار مع علي فيل بال الكومبو تبع الشامبيون اللي هو بتنطح وتضرب الارض بنفس الوقت. طبعا هذا الكومبو ما بصير اذا الانترنت عندك ما كثير منيحه، عشان هيك انا كنت عاني فيه كثير. طب هيك ارجع 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 التي تاني. ما بعرف اذا بقدر له ولا لا. في عندي شيء ميزه؟ ما عندي شيء، ما بقدر. هذا صعب. اخذت دبل كيل، ووكونغ اخذ دبل كيل. انا بتوقع هذا الشيء لمصلحتي بالنسبه كايدي كاري اني اخذ دبل كيل اساسا شيء جيد. وخلصت البي تي. لاحظوا سكوري صار 3-1-1 بينما جينكس 0-2-2. اتوقع هذا الشيء كايدي كاري فريقنا نحن اقوى. صفيت المشكلة بس على انه ضدنا ووكونغ. بس لاحظتوا كيف عملت فلاش واستنيت كم ثانية ل ايوه شو عم بيصير هون؟ شو عم بيصير هون؟ استنيت ثانية ليروح الخيال تبع ووكونغ واضرب دبليو، هذا اللي اعطاني الكل بسهولة. نرجع نروح لعند هدول. معك انا، روح روح انا معك. هاي اسرع موت. فيني اضرب الثاني. ضربة قتلته. قلتي اخذ الكيل بس ما بيأثر. المهم اخذنا دبل كيل بدون ما نموت. انستوببل كاترينا 5-0-1. كيف نتعامل معها؟ ما عندي فكرة ابدا. شو عم بيصير؟ كاترينا عم تاخذ كلات 6-0. وهي كاترينا مو اي حدا يعني. هيك شيء ممكن. I always take the high ground. مع دبل باف. شو الايتم اللي معه؟ هذا خالص ديث فاير كاس. محاولات لقتل كاتا. ماما يلتي ساعد فيه. اروح مشي، حاسس في علقة كبيرة. اخذت كل كمان. يلا يلا يلا. جاست تشين حاول اهرب. ما فيني اهرب، ما فيني اهرب.
كاترينا ما ماتت؟ ماتت. ما ماتت؟ 89 ما ماتت والله. يا حبيبي. إيس أخذوا علينا إيس بدون ما نقتل منهم حدا. نعم. قتلوا منا 5 بدون ما نقتل منهم أي لاعب. كثير صعبة القصة. كاترينا 8-0-4. مات اللي فضل حيموت مرة ثانية كمان. احتمال يروحوا لهون. احاول اسوي شيء. نتيجة 8-14 ما عم بقدر اسوي شيء اكثر من الشيء اللي انا بساويه حاليا. مستعدني انا سابق الليدي كاري تبع الخصم يعني. Never lose focus. هذا يمكن يموت هون. شو نساعده؟ بهرب عشان كاترينا هلا تكون جاي. ووكون كمان. يا سلام. ما في نساعدك يا شريك، انت ميت. انت ميت. صبت كاتا. حاول اتراجع هيك. ما معي مانا. ضربتها ضربتها سهم ثلجي. قتلوها قتلوها. ضربتها سهم ثلجي بس ما في عندي اكثر من هيك. ما في عندي اكثر من هيك ابدا. ما في نساوي شيء. حبيت اطلع بسرعه. فوق اخذ التاور. ما في هون. هروح اكشف هون اذا في شيء. فيدل بيعمل التي بياخد كلات. ما حستعمل دبليو. إذا أخذنا كل بالخدعة المعهودة. أخذنا كل بالخدعة المعهودة ونرجع فورا. بعت الوحدة هيك عشان نشوف طريقه. كاترينا جاي هون. هاي. فيدل عم بحاول يقتلها. فيدل مقتنع انه هو من كاترينا واحد على واحد رغم انه هو 2-5 وهي 8-0 واعلى منه بلفلين. غريب القمع اللي قمعته اياه. جبروم. التي. التي التي كان قاضي. خلص التي كان قاضي. التي كان قاضي. هل ممكن يجيبوا لنا حدا كمان؟ على شكله. اذا قدرت خلص على كاترينا بعد كل شيء عملته. والسر كان بالالتي. التي هو اللي اعطاني هالكيل. نرجع مرة ثانية. ما فينا نضل اكثر من هيك. موضوع خطر. لعبة صعبة جدا. بدنا اي اي او انفينيتي ايدج. لازم لازم بهالوضع نجيب. او هذا مات. لا هذا ما بيموت. هذا ممكن يعيش بس هذا مات لو كان هو اللي ورا بالركض. والله مات. ماتت مرة ثانية. ضل عم بطئه بالسهم التبطيئي.
كيل. هاخد تاول فرجيني اذا فيني اطفش اكتر شوي. اه لا ما في. Faster than my arrow? I think not. Never lose. 550. ما بيعطيني الريد ولا لا؟ شكله لا. لا ناخذ هي كمان. اخذنا هي. هيك هيك. نرجع لهون. بدي صد تحت بس بنفس الوقت. قديش بقي له هذا؟ هون بدي ورد. الوضع مو عاجبني. كثير ناس مو مبينين. احتمال كبير يكون رايح للتوب. دبل كيل فوق. Stand together. ما ماتت. ما ماتت كاترينا. توقعتها تموت بالدبليو وما ماتت. ما عرفت ليش هي. شي عندها شي ارمور يعني. عندها صحيح الارمور تبع الزونيا هو اللي خلاها. اتوقع انه ما تموت. اتوقع. ما بعرف. فرجيني قديش نسبي منها. غريب. بدي دمج اكتر. بدي دمج اكتر. ابيع هاد. اشتري هاد. عندنا دمج وكمان الالتيميت ما زبط بهالعلقه مره ثانيه بالمباراه. الالتيميت ما طلع حلو شكله. مره بيزبط مره لا. مره بيزبط مره لا. هيك شكله بهالمباراه. هيك شكله. اجى ببروم وكمان مره صحيح اجى بنفس الشامبيون. اجى ببروم. خايف كثير من هالكاترينا 10 2 7. فايت هذا على هاد. اتوقع بيتلو. اتوقع. ما بتوقع بيقدر يعملوا شي جينكس، خصوصا انه جينكس ما له ما عنده ايتمات. كمل دفشن هون. هاد فش تحت التاور الثاني. اجوك هون ما حدا كمل دفش. ما حقدر لحق يعني بالزور اني لحق اخلص الريكول قبل ما يوصلوا لعندي. لحقنا. اتوقع هلا اخذوا دراجون. اتوقع. شو اخبار هذا اللاعب؟ وشو هاد؟ خلطتين كاملين. اخذوا. نطلع لهون. وهذا علقة شغالة. بروم لاحق. ما حيقتلها. كاترينا. لسه لسه. اتوقع خلص ما بدا شيء. ما بدا شيء. ناخذ البلو اذا بيعطينا اياها ولا لا ما بعرف. هون ما اعطانا اياها شكله ما بده يعطينا شيء. غريب هال جنجل.
شو طور هاي ولا هاي؟ كشف بدنا اكثر ولا تجميد؟ والله تجميد، خصوصا ما حيكون معنا رد على ما يبدو. 875 اذا قلنا ناخذ هيك، ننتبه على المانا يعني ما نصرف كثير، لانه لازم يكون معنا التي وقت نحتاجه. لازم لازم ناخذ هي هلا. الدمج بتحسن كثير. هلا على شغالة. أهم شيء كاترينا، أهم شيء هالإسكيتي إسكيتي تي ون. شكله في علقة كبيرة تحت. إلى تحت. يا سويو. خلينا نعمل ألتيميت. هاي ألتي مني. ما أجا حدا. حاول يا سويو خلص ألتي. سبول. إجا كاترينا. حاول بعد عنا شوي. مثل بالإجنايت. كاترينا عم تاخذ كيلات على المرتاح يا شباب. كاترينا كاترينا. كاترينا. تربل كيل كاترينا، ما حدا فاتت عليه وما حدا تأثر فيها ابدا. كاترينا اربع كيلات، كاترينا ينسحب ولكن انا استنى الانسحاب. بيع هاي، اشتري هاي. فايتين تورات الاول والثاني. طبعا العلقة كانت كثير فرقت لو مثلا تشين استنى وعطاني الالتي لإلي، لو السبورت ضل حوالي جنبي دفش كاترينا لبعيد. يعني هالحركات هي، بس هدول الحركات ما بس يعني صعب يصيروا اذا اللاعب ما كثير بيلعب بطريقة جماعية اللي هو السبورت مثلا او توب، وبتزبط اكثر شيء وقت تكون بريميد عم تلعب مع حدا بتعرفه. يعني اخذوا هاي كمان. نروح لهون. سكورات الفريق يعني. فريق الخصم عم بيتوش من النص. ويف كلير سريع قبل ما تموت يا سبورت. ما فيني ارجع، لازم ارجع اشتري بس ما فيني ارجع بالثواني. يفوت فدر. حاول ركز على كاتا. هي قلتي هيك. ما بقدر اسيب كاتا. ساعد شوي. ما في. العلقة صعبة كتير. فدل بلش كتير بسرعة. التي. حاول صد النص. حاول. اوه لقطني بالتي، لقطني بالتي. ما مثل بيموت؟ ما بيموت. لقطني بالتي خيالي. مستحيل صد اربعة، صعب. يعني يا بدي موت يا بدي وقف ورا وما موت بس بدهم ياخذوها، ما بعرف صعبة القصة كثير. وما كان لازم لقطني بالتي، بس يعني كان فيني مفروض اقتل واحد وموت، يعني ما موت هيك مجانا. هيك بعتقد هن ما بيجيبوا ارمر بنوب غير
فريقنا بيفكر ببارون. وانا بعيد بين قوسين. برجع بقول في عنا ميزة واحدة او امل واحد. قلتي من فدل يكون منيح. أنا لازم دافع، لازم دافع، ما في حل تاني. شوف هدول اللي وصلوا. فرينا فات علقة غريبة، يمكن يربحها، ما بعرف. هاتفش نص. إذا ربحوا العلقة بيلحقوني. هاي قلتي هيك. يلا يا سهم، يلا يا سهم، حتصيب حدا؟ ما صاب حدا. دبل كيل لكاتارينا. تريبل كيل لكاتارينا. الفريق يموت مرارا وتكرارا. او فاتوا على برون فات على بارون. هن أربعة. سأجرب. ما أقول كنت أعطون قليلة، ما بعرف. يعني ما لحقت. أي أقصى سرعة ركض عندي إياها. برجع بقول معك فدل بالفريق، لا تستسلم حتى آخر ثانية، حتى لو كان هو السيء يعني. 5-9 بس، لا تستسلم. Peace requires a steady hand. هل ممكن نفوت على هدول؟ هلا صعبة. حطيت وورد كثير مهم موقع اتوقع. باك باك ايه. لا باي فاتت لحالها. العلقة كثير وضعها مو عاجبني. هاي كشفة. لازم نرجع. خلص باك لازم نرجع ندفش النص نشيل الانهبيتر. خلص دراجون راح، ما في امل. دراجون راح، ما في امل. رجعت الانهبيتر، رح ندافع عنها. اتوقع هجمة من الخصم هلا باي ثانية. عبي مانا بسرعة. يلا فدل. قلتي حلو يا فدل. اخذ الهيتر وقف فايت علي. طلع فلاش لبرا. ضرب كيل. اتوقع بقتلها هلا. اخذ فاي. قتلته. تريبل كيل. نعم نعم نعم. نحاول نهجم هلا شوي بس خسرنا انهيبيتر. خسرنا انهيبيتر. هل ممكن نقدر نعوض؟ ما عندي فكرة. ما عندي فكرة. هدول طبعا بشيلوا التوب لين. انطلاق سريع. يلا 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 بلشوا يعيشوا. Faster than my
ما فيني اكثر من هيك، ما فيني اروح لهذا التاور، ما فيني خاطر بالموت، فيني اروح اشتريها، هذا الشيء الوحيد اللي لازم اسويه. لاست ويسبر شكلي حلو ما. بي تي مع هذا الدرع، درعين فوق بعض حلوين. لاست بيحاول ما اموت، هذا اللي بيحاول يساويه. سكوري الاول حاليا على الفريق وعلى اللعبه. نريد في شوتوب بما انه الميد حيكون مدفوش. هاي كشفة جانبية. تليفون من اعضاء الفريق. ربي ضربات. ضربة جدا عالية جينكس. ما بعرف اذا فينا نصد الهجمة هاي ولا لا. اتوقع بروبي قلتي هيك راح بالوين تبعي سويو. حاول اضرب اي حدا، انا ما بركز على حدا معين بس انا اعمل دمج. وكونغ على فات لحاله. مين عم يدافع عن الميت حاليا؟ فيدر. ارجع. يعني حلي التيمت شين بس ما كفى. ما كفى. شوت داون. حطوا اجنايت على الغلط. ووكونغ الغلط. مات يا سويو. هاي مات شيء بس هاي فوت. هاي فوت. ايست. مات كل فريقنا، مات عندهم بس اثنين. انا اخذت كل عم بيقولوا لي. سبورت تبعنا حاول يصد ما حيقدر حيموت. شال كثير شغلات بس مات على الفاضي. الله اخذ السبورت تبع الخصم. ايست. ما بعرف اذا في امل، اتوقع هي خلصت بس يعني عم نحاول. عم نحاول. بدفشوا من النص بقوة. اخر انهبيتر خلاص اذا راحت ما عاد في. عجبت. صبته. طلع رفيقي يلا يلا جيب الثاني. جيبه انا مبطئه بسهم ثلجي. يلا. داش. ما بنجاوب. I always take the high ground. إذا خسرنا اثنين انهبيتر. كشفي على بارون للتأكد من الأمور. المباراة شبه منتهية 32-44 وكاتا فول ايتمز بس يمكن التي من فيدل يعمل شيء. احتمال كبير راحوا على بارون. ما فينا نعمل لهم شيء هي المشكلة. محاولة أخيرة للدفاع المستميت. بركي نقدر نعمل شيء. ليكون اجوا من النص مع بارون باف للبوت لين.
نعم ليكون فدعم ساوي التي فدل بفوت بالتي او نعمل شي التي هيك جبتها بالالتي يعني نعم جبتها حاول بعت ما في حاولت كبس كل شيء عندي بس ما في ايدي كاري يعني عم تخصم لسويو مات كاترينا ما عم تموت كاترينا ما عم بتموت اذا العلقة هي الاخيرة كمان مشكلتها الكبيرة كانت العلقة كانت كمان رغم الفارق الكبير فاي كانت بعيدة شوي لانه فيدل بلش بألتي مبكر عم بيحاول انه يعمل شيء كانت لقطة حلوة كيف صدنا بالسهم آش مو آش مين صبنا جينكس كيف صبنا جينكس بالسهم كانت محاولة انه كانت نفدت خلاص ما كانت ماتت كانت بعدت لورا يمكن عملت لايف ستيل او شيء ما بعرف مباراة والله حلوة على سيئة نحن ما بنعرض مباريات ربحانة بس او خسرانة او لا يوم ندور على المحتوى المحتوى هون بفرجيك بهالمباراة كيف ال يعني الشغلات الصغيرة جمعت لعملت فروقات كبيرة طبعا بغنى عن او بدون التفكير عن موضوع انه كاترينا كانت فد كتير حاولنا لحنا وتلاحظ كل اللينات بشكل عام ما كان في عندها تفوق عالي يعني يمكن بالبوتلين لحنا ربحنا بس بالنهاية التوب لين كمان كان وضعه ما كتير منيح الجنجل تبع الخصم كان اقوى بكتير من الجنجل اللي عنا كان في عنا شوية مشاكل مثل ما لاحظتوا الجنجل عم بياخد كل بفات لإله هذا الشيء اناني ما بنصح فيه لحنا الا اذا كان الواحد بيعمل خطه معينه بده يعمل كاري للجيم هذا ما عمل كاري هي قصه مفيده ننتبه لها كثير منيح في عندكم كمان السبورت تبعنا كان كل شوي ياخذ له يونت ياخذ له يونت ياخذ له يونت هن بيجمعوا هدول هلا هن ممكن يقولوا 5 يونت 6 10 15 ما ياثروا بس احيانا انت بترجع على القاعده بيكون ناقصك 200 جولد تشتري ايتم ما بيكون معك ياهن فهذا كله بيكون بيأثر يعني بس ما بعرف يعني قلوا لنا رايكم بالمباراه مباراه حلوه مسليه نوعا ما حاولنا فيها جهدنا بالاسهم كانت اصابتنا مقبوله واحده ايه واحده لا اخر اصابه كانت تعويضه والله انا احلى اصابه سهم اتوقع هي اخر اصابه لانه اجت بطرف طرف جينكس يعني لو كانت ضاربه لتحت نقطه يمكن ما كنت صبتها كان اجت بكاترينا يمكن كاترينا كانت جنبها بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالمباراه ما تنسوا تعملوا لايك مفضله شير تلحقونا على روابط فيسبوك تويتر جوجل بلس كثير مهم انه تعملوا لايك على مقاطع تكون ديفيت يعني حتى لو خسرانين المباراه لايك انه احنا انه انتم عاجبكم هذا الشيء اما اذا انتم ما بتحبوا نعرض مباريات تكون ديفيت مع انه هي نادر ما تكون مباراه حلوه وديفيت مثل هي تكون فيها محتوى يعني قولوا لنا هذا الشيء بالكومنت بقى مشان هيك اذا انتم حبيتوا المباراه ما تنسوا تحطوا لايك لنعرف بالضبط انه انتم عم يعني بيعجبكم هيك انماط مباريات هذا النمط لانه ما في منه كتير اذا بيعجبكم هذا النمط اعملوا لايك مفضله شير ريتويت ويعني ما تنسوا تطلعوا او تفرجوا على باقي حلقات سلسلة الرانك لأنه صارت كبيرة ومفيدة وفيها كل الشامبيونات وسلسلة الشروحات لأنه في شروحات كتير كمان ممكن تستفيدوا منها وطبعا الألعاب المختلفة الثانية عنا أكثر من 60 أو 65 لعبة مختلفة بالقناة فيكن تفرجوا عليها بالبلاي ليست بقناة الوان جيجين وان كما كان عمر أو وان جيجين وان ومع السلامة